رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنقول رجال مصر العظماء الجمال اللي بيحبوا البلد. لو اتكلمنا عن مصر هنتكلم عليها كتير قوي. حرف الميم هي ممر كل الأنبياء، حرف الصاد صبر على البلاء وصاروخ في وش أي حد يجي جنبها، حرف الراء رب الكون دايما حاميها. النهاردة معانا ضيف بيحب مصر، ضيف اسمه على علم مصر، لأنه من الشخصيات اللي بتقدم فعلا، ما بتقولش أنا بحب البلد، لأ بتقول أنا إيدي في إيد البلد، بزرع بإيدي، قاعد في الطين، عايز أوري الناس والشباب إن إحنا نقدر نجملها. النهاردة معانا المهندس محمد سعيد قبطان، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. منسق عام مبادرة قريتك جنتك، وكام قعد وعمل كام مبادرة قبل كده على مدار أعوام كتيرة، وطبعا زي ما انتوا شايفين هيشرح لنا الخضرة والجمال اللي مزروعة على مستوى محافظات كتير. أستاذ محمد، ترحب بالسادة المشاهدين وتعرفهم نفسك. مهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة هنجملها، واحنا املنا في مصر واملنا في المجتمع اللي احنا فيه ان احنا نعيش حياة افضل. بحضرتك المنبر الاعلامي المتميز اللي بيحط الضوء على جهود الشباب اللي هم بيحبوا مصر بجد. المبادرة لما قمنا واشتغلنا فيها، قمنا في مدينة العاشر من رمضان. كانت بدايتك؟ كانت البداية في مدينة العاشر من رمضان. شفنا الرئيس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيزرع زيتون في قصر الرئاسة، هو رئيس قبرص. على الفور بادرت بخطاب مسجل رقمه 3044 في البوسطة المصرية لفخامة الرئيس، وكتبت له بالحرف الواحد: فخامة الرئيس، رأينا سيادتكم تزرعون الزيتون في قصر الرئاسة، ونحن نريد زراعة الزيتون والليمون في جزر مدينة العاشر من رمضان. تمام. من منبرك الإعلامي بوجه الشكر للسيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الدكتور مصطفى مدبولي، لأنه كان ساعتها وزير إسكان، على الحفاوة والاحترام، لأنه موافقوا نزرع أشجار مثمرة، ودي من عمر العاشر 47 سنة أول مرة في تاريخ العاشر من رمضان يتم زراعة أشجار مثمرة في مدينة العاشر من رمضان. انطلقت المبادرة في 1/3/2017، وزرعنا من 1/3/2017 بشباب مصر وبمخلصين مصر. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمنا المدينة في الوقت السابق تبرع ب 10,000 شجرة. ما شاء الله. والدي الله يديله الصحة تبرع ب 10,000 شجرة، ده في 2017، وبعض الشباب معانا واحنا تبرعنا بحوالي 11,000 شجرة. فأول عام للمبادرة زرعنا 30,600 شجرة على جميع أحياء ابن بيتك اللي موجودة في العاشر من رمضان، وجميع المدارس والمساجد والكنائس وكل مكان في العاشر اتزرع. طيب سؤال، حضرتك لما ابتديت المبادرة ابتديت تجيب شباب يساعدوك. تمام. عملت التسويق ازاي ولقيت اقبال من والله الشباب؟ والله بص هقول لسعادتك على حاجة، انا ليا صفحة على الفيسبوك محمد قبطان، بقيت اكتب عليها بس يا شباب هنجمل بكره في الحي العاشر او في الحي ال11، وبقينا نختار الاوقات الاجازات، بقينا نوزع يوم الجمعه يوم السبت الايام اللي فيها اجازه للشباب. مش عايز اقول لك الاطفال قبل الشباب قبل الشيوخ كانوا بيتعاونوا معانا ويساعدوا، لكن تعال النهارده نفكر احنا ممكن نوجد شجره مثمره من غير ما ندفع ولا مليم؟ لا طب احنا محتاجين اجهزه الدوله عشان تقول لنا زرعوا شجر مثمر؟ لا احنا من منبرك الاعلامي من القناه الجميله اللي اسمها الصحه والجمال بقول ان احنا ممكن بذره الليمونه يا سيده يا فاضله اللي بتشيليها من الليمونه ترميها في الباسكت الزباله، ممكن تزرعيها ويبقى عندك شجره ليمون زي دي خلال 8 شهور، بعد سنتين تطرح ليمون، مش هيوصل كيلو الليمون ل 100 جنيه. تمام. ببذره الليمون، نفس البذره بتاعت الليمون. وسبحان الله ده ليمون بذره من البذره العاديه بتاعت الليمونه اللي في البيت بتطرح 4 مرات في السنه، مش ليمون مطعوم. طبعا كيس بلاستيك عادي خالص اهو. انا عايز اعرف الطريقه ان يعملها ازاي. طمي عادي خالص مع كيس البلاستيك مع البذره، 10 15 يوم بقى عندك شجره، اديها ميه مع بعض الاسمده البسيطه، بقى عندك شجره ليمون بذره، دي تطرح سنتين والثالثه تطرح ليمون، مبقاش عندنا كل ليمون ب 30 جنيه. تمام. انا النهارده جيت اشتريت خوخ برضو، اكلت الخوخ، بذره الخوخ اهي برضو في نفس الكيس اهي، دي السنه الجايه تطرح، دي عمرها سنتين.
طب معانا مداخله تليفونيه. مين معايا؟ المهندس طارق الشافعي، اهلا وسهلا بيك، صباح الجمال. الو الو باشمهندس طارق، في مشكله في الاتصال؟ طيب تمام، حضرتك حاول مره تانية ان شاء الله. تمام معايا؟ ايوه استاذ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، صباح الجمال ومرحب بيك، اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. وان شاء الله مصر في اجمل سوق ان شاء الله. اللهم امين. بمجهودكم ومجهود المهندس محمد قبطان. انا بعتبر محمد قبطان ده فارس من فرسان التنميه في مصر. ربنا يخليك، معاك القبطانه واتفضل. استاذ طارق طبعا ان شاء الله باذن الله هننفذ مبادره قريتك جنتك في انشاص بلدنا الجميله وبلدنا العريقه بيك وبالشباب المخلص، وانا بشيد بحضرتك كنشاط اجتماعي وكنشاط تطوعي ان احنا برضو فندم مبادره قريتك جنتك استاذ طارق معانا فيها كمنسق لانشاص وبالبيس معانا ما شاء الله، ومن الشباب المتطوع المحب للبلد الدؤوب على طول معانا في كل خطوه. استاذ طارق ان شاء الله الشباب جاهز معانا وانت جاهز ان شاء الله يا فندم، ومع التنسيق مع الاستاذ وائل عايدي رئيس الوحده المحليه بانشاص بيتم التنسيق دلوقتي لاجتماع كبير ان شاء الله نجتمع فيه كشباب ورجال وقيادات انشاص ان شاء الله. احنا حضرتك وعدتنا واحنا بننسق مع بعض ان انشاص هتبقى القريه النموذجيه، هنرفع القمامه من كل الميادين ان شاء الله، وهنجمل الاسوار والميادين كلها ونشجر الميادين والشوارع الرئيسيه، وان شاء الله زي ما حضرتك برضو اتفقنا ان احنا ان شاء الله نعمل قافله طبيه شامله كل العيادات والادويه والتحاليل الطبيه. هو طارق انت يعني انا بس عايز حاجه مهمه قوي، كل واحد هيبقى عليه دور في المبادره، فاهمني؟ طبعا يعني طبعا يعني وائل بيل عايدي طبعا رئيس وحده محليه انشاص شباب، وبشكر فخامه الرئيس ومعالي وزير التنميه المحليه على اعطاء الثقة للشباب. تمام طبعا. في شباب رئيس وحده محليه زي وائل بيل عايدي بيتحرك معانا اكتف على طول. احنا مبادره قريتك جنتك ان شاء الله هنشتغل فيها، اللي هي انا بعتبرها بنت مبادره هنجملها. طيب نشكر بس الباشمهندس طارق. طارق شكرا، ونموذج مشرف معانا ان شاء الله هنجملها معاك يا استاذ طارق ان شاء الله. بص يا فندم، لسه كنا بنتكلم على ان انا كمجتمع مدني ممكن اوجد شجره مثمره زي الليمونه او زي الخوخه او زي المانجا، تمام؟ من غير ما ادفع ولا مليم. نوايه المانجا اللي انا اكلتها هزرعها في قلب الارض قدام بيتي او قدام او في الجنينه او في المدرسه او في الطريق بتاعي، هيبقى عندي شجره من غير ما ادفع ولا مليم. يعني دي مش محتاجه حاجات معينه وكده؟ هي النهارده محتاجه، بس النت خلى الدنيا قريبه. اللي بيخليك تفتح الفيسبوك تقرا شائعه ما لهاش مصدر صحيح، وتقرا تفتيت بلدك وتقرا حاجات ما لهاش اساس من الوجود، اتحطت لك سم في العسل من هنا او من هنا. طب ما تجيب نوايه المانجا واقرا ازاي تبقى عندك شجره مانجا من النوايه دي. طب وليه ما اعملش بروتوكول مع وزاره الزراعه تيجي تساعدني في كده؟ هقول لساعتك على هم عندهم برضو فكره اكتر مننا. ما زال في مسافات كبيره جدا بين الاجهزه. اللي انا بتمنى يعني خريطه جنتك اللي انا بتكلم فيها، احنا شيخ الازهر هنخاطبه محاضره توعيه من على منبر يوم الجمعه لشباب القريه، يعني ايه لما تشارك في مبادره قريتك جنتك ربنا هيعمل لك ايه ويعود عليك بايه. تمام. الوزير المحترم وزير التربيه والتعليم هنقول للمعلم تدريب صيفي، خش اعمل محو اميه لشباب القريه، يا ابن القريه انت. تمام. معلم ابن القريه، وعند حضرتك في مدارس ثانويه زراعيه، علم لي ولادك. تمام. تاني بند في قريتك جنتك، مشكوره شركة سايبس موفر لنا دهانات مجانية، هنزيل كل العبارات الموسيقى ونكتب شعارات وطنية على الأماكن العامة والجدران. طب تمام. رابع حاجة هنجيب السادة الأطباء اللي من القرية ونبدأ نعمل كونتاكت مع كل وزارة الصحة دكتور هشام مسعود المحترم إن احنا بالأطباء نعمل قافلة طبية شهرية في القرية. هنجيب الأغنياء اللي في القرية المحترمين ونقول له الفقراء اللي في القرية هم يلا عاوزين نعمل توازن اجتماعي في قريتك عشان ما بقاش حد فقير. صحيح. هنقوم بشباب بقى القريه المحترمين امثال الاستاذ طارق وخلافه مع الاستاذ وائل العايدي، نلم القمامه اللي موجوده في القريه كلها ونثقف الناس ان الكيس اللي هترميه في الشارع ما ترميه في باسكت القمامه افضل. دي جميله طبعا. تمام؟ طبعا. المبادره قايمه على ست سبع بنود،
بنقول للشباب ونقول للمواطنين المصريين رد الجميل لبلدك، رد الجميل لقريتك، ومش هنتكلف ولا مليم. بس كل العملية زي ما حضرتك قلتي بالظبط، وزير الزراعة يرعى الزراعة بالزبط. والتجميل معانا بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمدارس الثانوي الزراعي، نجيب كليات الزراعة، نجيب الطلبة، كل ده إن شاء الله بتدور في اتفاقية محترمة. وأنا كنت شرفت امبارح بتليفون مع اللواء حمزة درويش نائب وزير التنمية المحلية، تمام، واتفقنا إن هيتم عرض على سعادته المبادرة كاملة، وإن شاء الله هنبدأ الانطلاق. وبقول للشباب مصر، بصوا على قبطان، بصوا على نشاص، بصوا على هنجملها، بصوا على قريتك جنتك، واعملوا زينا، اشتغلوا. دي دعوة صريحة لكل شبابنا، بدل ما تقعد على قهوة، بدل ما تضيع وقتك في فراغات، تعالى شارك، شارك لبلدك، شارك لقريتك، شارك لمدينتك، لبيتك. بلدنا فندم فيها ميزة جميلة قوي، بتجمع كل مقومات الانتاج. طب انا هستأذنك معايا مداخلة من استاذ عامر رياض. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ اسماء، ازاي حضرتك؟ صباح الجمال. الحمد لله، صباح الجمال على البرنامج وعلى كل المتابعين من خارج مصر وداخل مصر. تحياتي وتقديري لكل أسرة الاعداد، تحياتي وتقديري للقناة ولكل المتابعين في كل مكان. ربنا يخليك استاذ عامر، اتفضل. وأنا بشكر أسرة الإعداد إنها أعطتنا بعض دقائق نسلط الضوء عن مركز من أكبر مراكز صعيد مصر. بس أنا مش عارف بصراحة أتحدث من أي جانب، لأن إذا تحدثت عن جرجي لابد أن أتحدث بكل أمانة وبكل مصداقية. الصعيد بلد الرجالة يا أستاذ عامر. ولكن للأسف يا أستاذ أسماء، مركز جرجي يعتبر شبه جسد مصاب بعدة جروح، فأنا مش عارف أتحدث عن أي جرح، أتحدث عن جرح في إهمال المياه المتقاطعة المنقطعة طوال شهر رمضان حتى هذه اللحظة، انقطاع الكهرباء بعدة ساعات في البيوت وفي المنازل وفي المحلات، والناس تعاني أمريا من إهمال الكهرباء والمياه. شوارع يا أستاذنا، أنا راجل فلاح وأصلي من صعيد مصر من أسوان، وقاعد في قرية سلامانت، قاعد في قرية سلامانت مركز بيس، وكنا سنة 74 ما كانش عندنا كهرباء ولا عندنا حاجة خالص، وكنا بنذاكر على اللندن اللي بالجاز. فأنا بناشد سعادتك وبناشد كل أهل جرجة إخواتي وسيادي، حط إيديك في إيدين مصر وبالمتاح اللي عندك اشتغل بيه، في تنمية جاية للصعيد وفي شغل جاي للصعيد وفي رئيس جمهورية محترم. أنا كنت في بني سويف، كنت بزرع في بني سويف الأسبوع اللي قبل رمضان. اديله فرصة. أنا بتحدث سيادتك من ناحية أخرى. شوف سعادتك، عليك واجب، اسمعني، عشان كل ده أنا مش عاوز حضرتك كمواطن أو كإنسان مصري ترص في مشاكل وكأن جرجة ما فيش فيها غير الكهرباء اللي بتقطع والماء اللي بتقطع. لازم نبص احتياجاتك يا أستاذ عامر. أتحدث بس أكمل معلش. اتفضل يا قائد، اتفضل. أستاذ عامر بعد إذنك، بعد إذنك أستاذ عامر اتفضل اتكلم. أستاذ عامر قول لي إيه طلباتكم في جرجة نوجهه للسادة المسؤولين، تحت أمرك. نوجه حضرتك يا أستاذ أسماء، السيد الرئيس أعطى طفرة كبيرة في مجال الكهرباء، لدرجة إن إحنا بنصدر الكهرباء، ولكن المسؤولين قيادتنا في المحافظة وفي المركز واخد لبالك مش بيعطوا اهتمام او مش بيعطوا المصداقية المتهالكة من الاسلاك او من الافشاك بصورة صحيحة، عشان يبقى فيه بدائل للانتشار اللي حاصل من الاعطال. تمام، واحنا من هنا بنوجه رسالة للسادة المسؤولين ان هم يراعوا ربنا في الكرسي اللي هم قاعدين عليه، ويشوفوا مشكلتكم في جرجة ايه ويبتدوا يتعاونوا ويحلوها. تمام تمام. فضل. حاجة مهمة أستاذ أسماء، معلش بس لا اتفضل يا أستاذ عامر، دقيقة واحدة بس. لا اتفضل. عندنا احنا بنناشد معالي الفريق واخد بالك وزير النقل والمواصلات انه يعطي نظرة لكوبري المشرقين البحري. الكوبري ده يا أستاذ أسماء 14 سنة يعاني أهالي جرجة من إنشاء كوبري متوقف حتى هذه اللحظة بسبب اختلاف بين الشركة المنفذة وزارة النقل والمواصلات، عايزه رسوم تهدئه في القطارات على الكوبري، فالشركه اختلفت وتركت الموقع، اصبح حاليا المكان اللي بينشا عليه الكوبري
شبه عشوائي، ما فيش واخد بالك، طرق كل طرق المؤدية مغلقة، والشارع يعاني الأمرين. فجاء رفع الشكوى للسيد وزير النقل والمواصلات للبس في هذا الموضوع. صوتنا مع صوتك يا أستاذ عامر، وإن شاء الله المسؤولين يشوفوه وبإذن الله يتم فيه خطوات جريئة إن شاء الله. شكرا يا أستاذ عامر. شكرا يا فندم. طبعا زي ما بنقول قريتك جنتك، بنقول على كل المحافظات إن كل شخصية أستاذ لحظة واحدة، أي شخصية على كرسي تكون مسؤولة عن الكرسي اللي قاعدة عليه وعن المكان. أنا مش هدافع عن الحكومة، أنا مش موظف هي الحكومة، مش عملية دفاع. لكن اللي عايز أوصله لحضرتك، كنت في 2015 ما بحتكش بالمسؤول، لكن بحتك على الفيسبوك وقعد اكتب سلبيات سلبيات سلبيات. اول ما بدأنا نخاطب معالي وزير الاسكان اللي انا عاوزين جامعة عامة للعاشر، في 3 سنين بقى عندي جامعة عامة اترصت لها 500 مليار و358 فدان، بقت جامعة عامة في العاشر من رمضان. تمام. قعدنا 10 سنين نتكلم عاوزين باص ومرفق للعاشر من رمضان. اول ما بدأنا نخاطب وزير الاسكان جالنا 20 باص لخدمة مدينة العاشر. ماشي. مين اللي بيخاطب حضرتك؟ ملخص حواري ايه؟ ما انا اقول لسعادتك اهو، ملخص الحوار ايه؟ ما خليش مسافة بيني وبين المسؤول اخاطبه، اقول له يا فندم انا عندي في جرجة كذا كذا، او عندي في طنطا كذا. يا فندم مين اللي هيخاطبه؟ لازم يكون حد ليه وضعه ومكانته اللي هيقدر يخاطبه. طب اقول لسعادتك على حاجة، والله 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 لما بعت الخطاب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البوسطة المصرية مسجل برقم 3044 بتاريخ 1/3/2017، تمام، جالي مكالمة تليفون وأنا مواطن عادي خالص من مصر، من رئاسة الجمهورية، يا أستاذ قبطان هتزرع محدش هيقدر يمنعك. تمام. فقلت له مين يا فندم؟ أنا المستشار فلاني الفلاني من رئاسة الجمهورية. قلت له يا فندم أنا تحت أمرك، بس لو بعت لي خطاب مسجل يبقى في موافقة أي رسمية عشان محدش يعترض. بعت لي خطاب مسجل. تمام. أزرع واشتغلنا. فيا جماعة أو يا سادة أو يا محترمين، اللي عنده فكرة وعنده شكوى، في جهة اسمها النيابة الإدارية، في جهة اسمها النيابة العامة، في الرقابة الإدارية، في قنوات شرعية بدل الفيسبوك أو بدل إن أنا أسوق صورة بلدي وأقول بلدي فيها وفيها وفيها. لا يا عم، خلينا بقى في موضوع يعني الحلقة قريتك جنتك، كمل شرح بس بعد إذنك. لا بس عاوز أسأل سؤال، بلده مش قبل بعد سوهاج ولا قبل سوهاج؟ طب إحنا دي شكوى وإن شاء الله المسؤولين الطريق عندهم زي الفل يعني. طب عايزين نرجع للحملة بتاعتنا في المبادرة، اتفضل. من طبق معادلة بتقول أقل تكلفة أقل فترة زمنية أعلى إنتاج وجودة، أنا ممكن البذرة اللي أنا برميها في الباسكت الزبالة ممكن أعلم ابني يزرعها وأنا أزرعها سنة 2-3 بقى عندي شجرة مثمرة، ومش هيوصل ليمون ب 100 جنيه أو ب 40 جنيه لو أنا زرعت كل الأماكن المتاحة للزراعة في بيتي ليمون، وإزازة مية معدنية هتروي الليمونة. الزيتونه مش محتاجه ميه كتير، عرف زيتونه هغرزه. نفس القصه في اللمو في بتاع العنب، كل انواع الفواكه سبحان الله تتزرع من غير ما تكلفك حاجه. تمام تمام. طيب قريتك جنتك بقى، لما فكرت فيها قلت لازم اعمل مبادره بعد هنجملها تكون اشمل. احنا معانا صور لمبادره ازرع شجره. تمام. ولسيادتك دي الموافقه اللي جت من خطاب سياده الرئيس. تمام. بان احنا نزرع شجرتين امام كل منزل. تمام. دي الصوره اللي سياده الرئيس شفناها هو رئيس كوبرس بيزرع وتاثرنا بيها وبعتنا له الخطاب. تمام. على ضوء كده بدانا نشتغل يا فندم، زارعين لحد دلوقتي 81,000 شجره على كام محافظه؟ 11 محافظه ما شاء الله. من الرموز اللي قابلتنا باحترام وحفاوه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفيه، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية. طب معايا اتصال الشيف سيد إمام. صباح الجمال يا شيفنا يا جميل. ازيك يا أستاذ أسماء؟ الحمد لله. وحضرتك طيبة. ربنا يخليك، وحشنا والله. والله حضرتك أكتر، وبرنامج الجميل ومنورة الشاشة. ربنا يعزك. منورين مصر كلكم بصراحة والله. ربنا يعزك يا شيفنا والله، أنت من الشخصيات الجميلة، إن شاء الله تبقى معايا في فقرات، شرف ليا طبعا. لا والله يا استاذه اسماء حضرتك منوره بصراحه يعني. ربنا يخليك، امرني. وحوار جميل وشيق ومفيد للبلد بصراحه ان شاء الله، ودايما في تقدم وازدهار، والسيد الضيف المحترم بالتوفيق. واهل السعيد كلهم بصراحه، الله يحفظك كلهم، واهل اسوان بالاخص خاتم حضرتك. وانا سعيد جدا جدا بالمداخله دي، وربنا يوفقكم دايما. اشكرك. إن شاء الله. اشكرك يا شيفنا، ربنا يخليك، شكرا.
برضو اللواء حمدي عثمان محافظ اسماعيليه، الناس الجميله قوي اللي اشتغلت معانا بايديها وزرع معانا بايديها. دكتور كمال شربين محافظ دقهليه زرع معانا بايديه. الله. الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ زرع معانا بايديه. الوزير محمد سعفان زرع معانا بايديه في شارع احمد فخري في مدينه نصر. ما شاء الله. الوزير علي مصلحي زرع معانا بايديه. هي دي مصر. الدكتور ايمن رضا امين جمعيه المستثمرين، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، واخدين دعم معنوي كامل من دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي وزاره التنميه المحليه. تمام. ومن اللواء حمزه درويش برضو نائب الوزير. بس عايز اقول لك على حاجه، الدعم والحركه والباور ما جاش غير لما المواطن اتحرك. طبعا اكيد. يمكن لما كنت ماسك منسق عام حمله فخامه الرئيس لانتخابات الرئاسه، حمله مواطن، الكل علق يفط، انا ما علقتش. كل شغل اغاني، انا ما شغلتش اغاني، انا زرعت شجره. لا ده انا عملت كمان حاجه اقوى من الشجر. رحت عامل على كل باب بيت كده. مين؟ تقول له حمله طرق الابواب بانجازات الرئيس السيسي. تعال لما اقول لك انتخب السيسي ليه. انا كان عندي في العاشر قبل ما الرئيس السيسي يمسك الرئاسه 36 مدرسه، بقى عندي 120 مدرسه، منهم 12 تجريبي واثنين ياباني واثنين دولي. ما شاء الله. كان ما كانش عندي جامعه عامه، ما كانش عندي مرفق، ما كانش عندي صوبات زراعيه، ما كانش. طب هو الرئيس السيسي فتح الدفتر ولقى العاشر قدام منه؟ لا، احنا اللي خاطبنا عاوزين وعاوزين 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 وعاوزين. بدا يتنظر للعاشر، ده احنا عندنا كنز اسمه العاشر من رمضان. تمام. تبعد عن بورسعيد 100 كيلو ولا 120 كيلو، تبعد عن السويس 70 كيلو، تبعد عن دمياط، تبعد عن اسكندريه. الاقليم الدولي، كل المحاور دي لما المواطن بتاع جرجا او بتاع طنطا او بتاع ده يقول انا عندي ايه؟ ان شاء الله باذن الله بعد قريتك جنتك ما تنجح وتشوف النور وتشتغل فيها كل قرى مصر. انا عايز اسالك في عجاله عشان الفقره، ايه الجديد؟ ايه اللي هنعمله؟ بقى كمان يا فندم انا عاوز اطلق حمله للفساد الاداري. اللي حضرته كان بيتكلم عليها وحضرتك نشدت بيها وتقلى في الكرسي. انا عندي اماكن مبنيه داخل الحكومه المصريه ومقفوله فيها موظفين وفيها ادارات ما بتعملش حاجه. هديكي مثل صغير قوي، انا متخصص في مجال الثروه الحيوانيه والدجنه. انا عندي المشروع القومي البتلو، الجهاز الاداري لي من 20/2/1990 يتقاضى مرتبات، اللي هو الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه، يتقاضى مرتبات وحوافز ولا قد اي دور. تمام. ما عادش الفلاح المصري بيتنعم بان الانتاج الحيواني في المحافظه ينزل يراقب ويشوف ممنوع ذبح الاناث والثروه الحيوانيه والقصص دي كلها. احنا محتاجين ان حضرتك والنماذج اللي زي حضرتك تحط الضوء على الشباب وتقول للشاب انت عندك ايه. زي ما حضرتك تبنيتي فكرتنا وتحملتي على نفقتك الشخصيه ان احنا نطلع مبادره جميله جابت 11 محافظه واشتغلت في مصر وزارعين 81,000 شجره، وبوعدك من برنامجك ان شاء الله قدام الناس كلها ان احنا بالشباب هنكمل مليون شجره ان شاء الله، وملناش فاتوره عند حد. ايوه. وملناش وعد. تمام. عند حد. تمام. وعدنا هو شهدائنا اللي بيموتوا كل يوم، وعدنا هي بلدنا ان هي تبقى ارقى وافضل بلد في الدنيا صاحبه حضاره 7000 سنه، وعدنا ان النماذج المشرفه اللي بتتعلم في الجامعه تلاقي مكان. تمام. اخر حاجه هقولها لسعادتك. تمام. انا محتاج حاجه. طيب. اسمها تثقيف قبل التوظيف. طب عشان الكنترول. لا دي مهمه جدا، معلش. اتفضل. بس شبابنا خريجين حقوق وتجاره واللي 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 سوق العمل مش عايزه. انا المفروض اعمل في المحافظه مع رجال الاعمال كونتاكت تدريب الشباب الخريجين على التكنولوجيا الحديثه لاعدادهم لسوق العمل، عشان اخد عامل مدرب حقيقي ينزل يشتغل في المصنع ان شاء الله. واقول له المستثمر ما تدوش 1500 و2000، لا ادوله 5000 و10000، لان ده يعرف يصين المكنه، يعرف يشغل المكنه. انا بشكر حضرتك، بشكر القناه الجميله، بشكرك جدا، وبشكر المنبر الاعلامي ده هو ان شاء الله. باذن الله هنكون عند حسن ظن الجميع، واعمالنا هي اللي هتتكلم عنا، مش هنتكلم بالشغل الاعلامي. واحنا وعد برضو ان احنا هنكون معاك في كل مكان هتزرع فيه. العاشر من رمضان والبيس ونشاص وكل قريه في الشرقيه، مش هتشكي المسؤول وتقول له إن شاء الله انا عندي كهرباء، لا انا اللي هخلي المسؤول يشتغل باذن الله. في نهايه فقرتنا، طبعا مصر احلى واجمل ان شاء الله. في فاصل مع فيلم تسجيلي لشاب حابب يبعت رساله صغيره لأولياء الأمور. لما يجهز الفيديو هنعلنه ليكو بعد الفاصل إن شاء الله.
في نهاية فقرتنا طبعا بشكر القبطان محمد سعيد، وعايزة أهديه حاجة صغيرة من أسرة برنامج صباح الجمال لأبناء مصر الشرفاء. ده حاجة بسيطة من البرنامج. أشكرك، دي شجرة جميلة لكل أسرة برنامج صباح الجمال وقناة الصحة والجمال. شكرا يا فندم. شكرا فاصل وراجع لكم، انتظروني.